لسه بنقول وتجديدات أمنية وكل حاجة، وإن في تهديدات. التهديد بقى المرة دي راح واحد نط الكنيسة، والكنيسة دي في كنيسة العذراء بدمياط الجديدة، وكتب لنا على الأرض بنشكره وبيقول لنا هتموت يا مسيحيين، وكأن احنا مش عارفين إن احنا هنموت. طب ما احنا عارفين، هو حضرتك كمان هتموت على فكرة، كل العالم ده هيموت، كل الناس هتموت، ده الطبيعي، ده الطبيعي بتاع كل البشر، إن احنا عارفين إن احنا غرباء على الأرض دي، وإن احنا ضيوف على الأرض دي، وإن دي مرحلة، وإن احنا كلنا هنروح، المؤمنين هيروحوا السما. لكن شوف حضرتك بقى يا اللي انت بتهدد وكاتبها بالأحمر، هتموت يا مسيحيين، مش عارفة انت عايز ايه بالظبط يعني. طبعا هذه الواقعة برضو كالمعتاد، والصحف والجرايد دي اللي يقول لك لا 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 ما حصلش حاجة يا جماعة، مفيش أي حاجة خالص حصلت، معرفش يعني. منزلين لكم الصور من الكنيسة، وأبونا قال في الكنيسة وكل ده حصل، وانتوا برضو لسه ناس تقول لك ما حصلش. يعني هو ايه الموضوع؟ وانتوا ليه مش عايزين يعني؟ ليه دايما بيبقى فيه كذب وتضليل؟ ده طبعا المشهد ده من كاميرات الكنيسة، فيها كاميرات، ده الشخص اللي نط هو مش باين وشه. احنا بنشكر الكنيسة اللي مدهم لينا بالبعض بهذا الفيديو، الفيديو المنتشر طبعا اللي هو اللي صوروه على المشهد اللي هو مكتوب فيه هتموتوا المسيحيين، لكن ده فيديو من الكنيسة نفسها يعني بعته لنا. الفيديو زي ما انتم شايفين برصد الشخص اللي نط، الشاب واضح انه شاب في برضو الاعمار اللي هي بيعملوا بيها الاعمال الانتحاريه اليومين دول والاعمال الارهابيه، 19 سنه، 20، 22، ونزل اهو وكتب بقى على كتب بسبراي احمر هتموتوا يا مسيحيين. واحنا بنقول له انت عرفتنا معلومه الحياه احنا عارفينها ومتاكدين منها، وان احنا ضيوف على الارض. معانا الاب بانديلمون راعي كنيسه القديسين جاورجيوس ونيكولاوس من دمياط. أتسابونا برحب بأتسك معانا. أهلا وسهلا يا فندم. طيب الموضوع ده حصل من كام يوم يا بونا؟ الموضوع ده كان امبارح بالتحديد، امبارح بالظبط. امبارح، فالمشاهد اللي احنا بنشوفها، لو ممكن بس الصوت سنة في وداني على زمايلي، فالمشاهد اللي احنا بنشوفها دي مشاهد بين المشاهد اللي هي في الفجر أول أمس، ولا امس؟ بالظبط بالظبط. تمام. لا طيب امس الساعة، هي امس الساعة 3 وربع بالظبط فجر حصل امس، فجر الحدث ده. امس 3:15 صباحا بتوقيت القاهرة نزل هذا الشاب وحب ان هو يعني يقول لنا معلومة. طيب ازاي استقبلت الكنيسة اول ما شافوا المكتوب على الارض ده طبعا وفرغوا الكاميرات؟ كان ايه رد الفعل يا بونا؟ الحقيقه هو كاهن الكنيسه اللي جه الساعه 10 صباحا، فلقى اللي مكتوب على الارض ده فانزعج جدا، واتصل جاب شباب وناس من الكنيسه شافوا المنظر ده فاتصلوا بالبوليس وعرفوه اللي حصل، وبالفعل انتقل مدير الامن على طول جه الكنيسه وعاين الموقف والمباحث والحفاظدار وكل اللي الحكومه جت كلها تمام وشافوا المنظر، وبيعملوا بقى معاينات وتحريات وكلام من ده، ولغايه دلوقتي لسه ما وصلناش للجانب. لم يتم، ما فيش ولا كاميرا جابت وشه خالص يا سابونا، واضح ان الدنيا كانت ضلمه. في كاميرات في كتيره وجاب صورت الولد وهو نازل، بس الولد كان ملثم وجهه، واخد حضرتك؟ هو الوجه مش واضح اي معالم خالص. فجأة من ساعة ما نط من عصفور وجاه في وسط حوش الكنيسة وكتب الكلام ده ورجع ومن عصفور، في 13 كاميرا مصوراه يعني، واخد بال حضرتك؟ تمام، نأمل لكن يعني. هل معلومات قدسك انه هل في اي كاميرا من دول جابت قدرت تجيب اي ملامح لوشه، ولا لقوا انه ملثم بالفعل مش قادرين يجيبوا كانوا اي ملامح؟ صفية على وجهه عشان ما حدش يشوف وجهه، واخد بال حضرتك؟ هنا يمكن ابونا بيتفقد اهو المكتوب، وان هو كان حريص، انه واضح انه حريص انه يكتبه باللون الاحمر. ايوه حضرتك، يعني ممكن تكون دي اشاره للدم مثلا، هي الصوره دي تمام حضرتك اللي هي الكاميرا تمام اللي شايفه الولد. تمام. حضرتك تفسر بايه يا سابونا ان برضو في بعض الوسائل الاعلام والصحف انكروا بانه لا 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 ما حصلش حاجه، ويعني برضو كالمعتاد شكله شكلها زي ما تكون بويا حمراء. ايوه يا سابونا، تفسر بايه ده برضو انه عرفت الموضوع ده وشفته على الفيس؟ يعني انا ما عرفتش، انا بولا بندلمون كاهن كنيسه الروم الارثوذكس، يعني كنيسه غير الكنيسه اللي حصل فيها، نعم بس انا بصفتي في يعتبر يعني
مندوب المسيحيين في دمياط، فتوجهت مباشره للكنيسه في دمياط الجديده، وقابلت ابونا الكسندروس وفرجني الحقيقه ابونا الواقعه كلها. وتحدثت بقى مع ضباط المراحل هناك، رحت الكنيسه لقيت الضباط رايحين هناك في الكنيسه تمام واقفين بيعينوا بيعملوا التحريات، وتناقشت معاهم، وكان ابونا الكسندروس قال لي: يا ابونا انا ليا مطالب. كل مطالب قال لي: ليا مطالب ان الشارع اللي ورا ده يتنور، السور يعلى شويه. قلت له: حاضر، هوصل مطالبك للناس للمسؤولين. وبالفعل توجهت للضباط المباحث اللي قدامه وقلت لهم: مطلوب السور يترفع شويه والشارع بره يتنور. فالناس قالوا لي: حاضر يا ابونا. وبعد كده الصحفيين كلموني كتير، يمكن انا يمكن عشان في دمياط يعني هي اتصالات، فالصحفيين كلموني والمخابرات كلمتني والامن الدوله والحياه كلهم، ووصلت لهم مطالب ابونا ان عايزين ننور الشارع ونرفع السور. وبالفعل يعني المفروض الحاجات اتعملت، بس انا لغايه دلوقتي لسه مكلميني ناس مسؤولين كتيره، وكل سؤالي معاهم: هل مسكوا الجاني؟ هل مسكوا الجاني؟ قالوا لغايه دلوقتي لسه ما مسكتش الجاني. طب بالنسبة للاستعدادات، احنا عندنا دلوقتي رأس السنة بإذن الله وصلاة العيد، هل هيكون في استعدادات مكثفة أكثر من الكنائس الأخرى على هذه الكنيسة، أو بالنسبة لمحافظة دمياط بالتحديد بعد هذه الواقعة؟ ان شاء الله في استعدادات امنيه مكثفه، وانا بقول للناس يدخلوا الكنيسه ويروحوا يصلوا وما تخافوش خالص، ومصر محروسه، وان شاء الله امين يا رب، قايمه بواجبها والقوات المسلحه قايمه بواجبها، وربنا يخلي لنا الرئيس بتاعنا، ربنا يخلي لنا السيسي ان شاء الله. طبعا هم بيوضحوا كان في الفيديو برضو جايبين كل الاماكن، لانه واضح ان هو نقطت منه العلبه اللي كان ماسكها دي في حته تانية. يعني ف طيب تمام، كان في بقعة زيت، كان في بقعة زيت على الأرض، هو دس فيها عمل الموضوع بتاعه ورجع، فرجليه كلها متبصعة على الأرض الزيت هو دس عليه. يعني دي كلها دلائل وخبرات ودلائل على الواقعة والولد ده اللي عمله يعني. صحيح، فنشكر ربنا الحمد لله يا أستاذ أبونا، الحمد لله. وما يكونش وراه خلفيات صعبة، وربنا يحفظنا، ربنا يحفظ مصر، ربنا يحفظنا، وربنا يعني يرحم ويفتح عيون الناس دي، لأن فعلا للأسف الشديد يعني هم مش فاهمين الدنيا، ولا فاهمين الإيمان، ولا فاهمين ربنا صح. يعني بلغت الأمن إن يعني عايز الأمن يعني يشد حيله شوية، ويبقى يعني أنا تكثيف الأمن أكتر من كده، وعدوني الحقيقة الأمن ما تأخروش، قالوا له هنكثف جامد يا ابونا، وبالفعل كثفوا على جميع الكنايس، وجم الكنيسه عندي وقالوا لي اي منافذ بتسد، يعني اجراءات امنيه اتعملت شديده قوي. طب هو دلوقتي يا ابونا كل الابواب هتغلق وهيكون في اسوار، بحيث انه هيكون هو باب واحد فقط، واللي هيكون عليه اللي هو جهاز كشف المعادن لدخول الكنيسه في كل الكنائس، ولا لسه مش كل الكنائس اللي يعني هيتمكنوا قبل راس السنه والعيد يعملوا فيها كده؟ هو يعني كل الكنائس هتتعمل فيها جهاز كشف المعادن والامن واقف، بس انا مش عايز اخوف الناس، مش اخوف الناس يا جماعه، الحقيقه احنا في مصر هنا في امان، احنا في امان يا جماعه، تمام، ما تلاقوش من حاجه، ان شاء الله ما فيش اي حاجه هتحصل، ودي عمايل فرديه ما نحطهاش في بالنا ان دي عمايل ارهاب او اضطهاد او ابدا يا جماعه، ابدا. مصر كويسه، واحنا على قصه كويسه للمسلمين، والمسلمين بيحبونا، الحمد لله، اقل هم اللي بيعملوا الحاجات دي، وان شاء الله صحيح. احنا الحكومه هتجيب البوليس هيجيبهم ان شاء الله باذن شاء الله يا قدس ابونا. وانا باكد احنا طبعا كمان بضم يعني بضيف لكلام لكلام قدسك، انه كمان المسيحيين مش خايفين اللي في مصر برضو، ومن ساعه حادث الكنيسه البطرسيه هم كانوا بيقولوا قول لنا هتفجروا فين واحنا هنروح، وكانت الكنايس في تسبيحه كياهك مليانه على اخرها يعني. فالحقيقه يعني احنا لان احنا قناعتنا بانه حتى زي ما انا لسه قلت بدايه ما اتكلمت يا قدس ابونا، انه بيقول لنا هتموتوا، طب ما احنا عارفين ان احنا هنموتوا، ان احنا ضيوف على الارض، وان احنا بالعكس ليه اشتهى ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا، واحنا عارفين ان احنا هيكون روح السماء احسن بكتير. بنؤمن برجائنا وبنؤمن بايماننا، امين، وان شاء الله احنا محفوظين ومحروسين ومصر محفوظه ومحدش خالص. انا عايز يعني هقول لحضرتك ان انا المسلمين كلموني كتار جدا، قالوا لي: يا ابونا احنا ننزل ونحمس نفسنا ونقف في الكنائس زي ما كنا واقفين في الثوره، ونقف، انتوا ما
يعرفوش. قلت لهم يا جماعه احنا مش خايفين، احنا مش عايزين حد يحرسنا، احنا حرسنا ربنا. تمام. احنا عندنا رجاء وايمان وعارفين احنا ايه اللي بيحصل. ما نقولش في العالم سيكون، هنقول في العالم سيكون لكم ضيق، لكن صدقكم كان غلبت العالم. وصدقيني يا ماما احنا كلنا ايمان وكلنا ثقه ورجاء في الله، ومصر ان شاء الله محفوظه ما فيهاش اي قلق. انا بقول الكلام ده باذن الله، علشان انا نفسي السياحه ترجع، نفسي السياح يرجعوا ويحسوا بالامان، واحنا في امان بالفعل، احنا في امان ان شاء الله. تقصير مصر، لكن مصر عمرها ما هتتكسر وعمرها ما هتنهدم ان شاء الله. اكيد اكيد، ربنا هيبطل مشورة الاشرار، والكل زي ما قدسك بتقول ان شاء الله تنجح القوات ان هي يعني تضبط هذه الكلة فعلا اللي بتحاول تعكر صفو الجو في مصر. ولكن سنظل مصريين مسيحيين ومسلمين ان شاء الله مع بعض دايما وبروح جميلة. بشكرك يا قدس ابونا، شكرا جزيلا وجود قدسك معانا، وبرضو هذا التقرير الشامل عن اللي حصل بعد هذه الواقعة. وان شاء الله يا رب هتعدي الايام على خير ومفيش حاجة هتحصل.